أظهرت بيانات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو لأسعار الغذاء انخفاض أسعار الغذاء في العالم بنسبة 8.6% في شهر تموز الماضي مقارنة مع شهر حزيران الذي سبقه، وكانت أسعار الزيوت النباتية الأكثر انخفاضا بنسبة 19.20% فيما انخفضت أسعار الحبوب 11.5%. كما تراجعت أسعار السكر 3.8% وتراجعت أسعار الألبان 2.5%، فيما سجل مؤشر أسعار اللحوم أول انخفاض شهري منذ 6 أشهر بنسبة 0.6%. قالت وزارة الدفاع التركية إن 3 سفن محملة بحبوب الذرة غادرت اليوم ميناءي تشيرنومورسك وأوديسا في أوكرانيا في إطار الاتفاق المبرم لتصدير الحبوب من أوكرانيا الشهر الماضي. على طريق الحد من أزمة الحبوب العالمية، وما إن انطلقت أولى الشحنات في 3 آب الحالي، بدأت أزمة الحبوب تنفرج، إذ غادرت 3 شحنات أخريات من أوديسا وتشيرنومورسك متوجهة إلى المملكة المتحدة وإيرلندا وتركيا بحمولة تقدر ب58,000 طن من حبوب الذرة، وهو ما يبشر بحلحلة أزمة الغذاء التي أثرت في كثير من بلدان العالم منذ بدء الحرب في شباط الماضي، لا سيما بعض البلدان الإفريقية والشرق أوسطية. اتفاق شحنات الحبوب الذي وقع في تركيا أدى إلى خفض تدريجي في أسعار الحبوب والأسمدة وانخفاض لأسعار الغذاء عالميا كما جرت التوقعات. السلطات الأوكرانية رأت في الاتفاق فرصة لجلب العملة الصعبة إلى البلاد، فطالبت بتوسيع نطاق الاتفاق ليشمل المعادن، قائلة إن الاتفاق وضع خطة طريق للشحنات عبر البحر الأسود، فما الذي يمنع من شموله للمعادن؟ تبعات الحرب في أوكرانيا وأزمة الحبوب قضية أساسية بين الرئيس الروسي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في سوتشي، إحدى المدن الروسية المطلة على ضفاف البحر الأسود. تقارير صحفية وصفت اللقاء بأنه يمثل انتصاراً سياسياً لأنقرة التي احتضنت اتفاق الحبوب سابقاً، وتوقعت أن تلعب من جديد دوراً في المحادثات مع موسكو، وربما تصل إلى وقف الحرب مستقبلاً أو الحد منها. انعكاس انخفاض الأسعار عالميا والقدرة على حلحلة مشاكل اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد وتجنب أزمة غذائية قوية محاور نناقشها مع ضيفنا من عمان الدكتور فاضل الزعبي خبير في الأمن الغذائي والطوارئ وسفير الأمم المتحدة للأغذية فاو سابقا. أهلا وسهلا بك دكتور فاضل. إذا دكتور فاضل، الآن تفاؤل بحلحلة هذه الأزمة وانطلاق السفن من الموانئ الأوكرانية، عندما نتحدث عن الثبات فهل بالإمكان التعافي من فترة الانقطاع السابقة خاصة فيما يتعلق بسلاسل التوريد؟ حتما، مثل ما تفضلت بالضبط، هو بداية انفراج. هذا الانفراج راح يؤدي إلى استقرار سوق الغذاء العالمي بعد معاودة ضخ الكميات اللي عمالنا بنسمع فيها من أوكرانيا ومن روسيا أيضا، لأنه جانب من الاتفاق أنه هنالك كميات من الحبوب والمواد الغذائية والسماد سوف تشحن من موانئ روسيا على البحر الأسود. هذا راح يؤدي إلى دعم العرض في سوق الغذاء، راح يؤدي إلى هدوء في الطلب، راح يرفع هاجس الإجراءات الحمائية عن بعض الدول، راح يرفع أيضا ويلغي هاجس التحوط والخوف ومحاولة زيادة المخزونات الاستراتيجية، وبالتالي راح يكون هذا الاستقرار والهبوط في الأسعار التدريجي، هبوط لن يكون هبوطا إلى ما قبل الأزمة، وإنما سوف يكون هبوطا تدريجيا مريحا للدول ذات الدخل المتدني والدخل الأسفل من المتوسط، بحيث تستطيع أن تشتري احتياجاتها. أضيف إلى ذلك بأن لماذا الانخفاض تدريجي ونسبي؟ ذلك بأن أسباب ارتفاع الأسعار ليست أوكرانيا فقط وخروجها من السوق، وإنما أيضا الركود الاقتصادي اللي أدى إلى ارتفاع أسعار النفط، وبالتالي ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج والمناقلات، وأيضا ارتفاع الغاز اللي هو عنصر أساسي في إنتاج السماد، وهذا من أهم مدخلات الإنتاج في العملية الزراعية.
إذن هنا نتحدث عن مشاكل مركبة، ولكن إذا ما تم الانقطاع مرة أخرى فنحن لا نعلم مدى استقرار الأوضاع. تحدثت عن عدة عوامل لعبت دورا وليس فقط الحرب الأوكرانية الروسية، ولكن إذا ما عدنا إلى هذه الخانة فكيف يكون السيناريو الأسوأ؟ حتما مش راح يكون أسوأ مما مضى لعدة أسباب. العديد من الدول بدأت باتخاذ احتياطات وإجراءات استباقية. الصدمة إذا جاءت مرة أخرى بانقطاع في هذه الإمدادات راح يكون في تحوط كبير لدى هذه الدول، أكيد راح يأثر وممكن ترجع الأسعار إلى ما كانت عليه قبل الاتفاق في تركيا، لكن ما أتوقع أنها تكون بالسوء اللي ممكن نتصوره، وإنما أتوقع أن نبقى في نفس المعدل. نعم، عندما نتحدث عن السوء هنا دكتور فاضل، فهل نتحدث عن الانقطاعات المخيفة في المخزونات العالمية أم نتحدث فقط عن جانب الأسعار بينهما؟ تماما، نتحدث عن علاقات السوق المركبة، نتحدث عن العرض والطلب، نتحدث عن الاحتكار، نتحدث عن المضاربة، نتحدث عن الخوف والتوجس من قبل الدول اللي الكبرى مثل الصين اللي بدها تزيد مخزوناتها. هذه كلها هي ما أشعلت الأسعار، بينما حقيقة إذا نظرنا إلى الكميات التي تضخ الآن هي لا شيء في سوق الغذاء العالمي. إذا فقط تحدثنا عن القمح الاستهلاك العالمي 750 مليون طن، ولغاية الآن لم يضخ في السوق أي شحنة قمح. هي الشحنة الأولى كانت ذرة، والثلاث شحنات اللي طالعة اليوم كمان ذرة، وكل أرقامهم 26 ألف طن مع 58 ألف طن، يعني أرقام لا تشكل ذلك الضخ الذي ممكن يؤدي إلى هبوط في الأسعار 11% وغيره. لذلك هي علاقات السوق والفزع والهلع الذي يوازي ويواكب هذه العلاقات. أضيف إلى ذلك أن هنالك زي ما حكيت قبل شوي أسباب أخرى غير أوكرانية، يعني ثالوث الجوع هو مركب يتكون من الركود الاقتصادي وارتفاع أسعار المدخلات، الأزمات وهذا ما يحصل في أوكرانيا، والتغيير المناخي. التغيير المناخي الآن راح يأثر على الإنتاج في أمريكا، ولكن راح يأثر سلبا، لكن راح يأثر إيجابا على الإنتاج في الأرجنتين وفي أستراليا. فهذه علاقات مركبة، أتوقع أنه إحنا نكون في مجال جيد فيها. شكرا جزيلا لك دكتور فاضل الزعبي، الخبير في الأمن الغذائي والطوارئ وسفير الأمم المتحدة للأغذية سابقا. وصف الكرملين مخاوف تركيا إزاء سوريا بالمشروعة، وأكد وضعها محط اعتبار بالنسبة لبلاده. وأكد الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف ضرورة تجنب أي أعمال من شأنها تهديد سلامة الأراضي السورية ووحدتها السياسية. وجاءت هذه التصريحات قبيل قمة تجمع رئيسي البلدين فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان لبحث ملفات عدة من بينها الملف السوري. من جهته أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أمله في توقيع اتفاق لتعزيز التعاون الاقتصادي مع تركيا لدى استقباله نظيره التركي رجب طيب أردوغان في سوتشي في جنوب روسيا. إذن حول هذا اللقاء ينضم إلينا من موسكو الدكتور عمار قناة أستاذ العلوم السياسية في جامعة سفاستوبول. أهلا وسهلا بك دكتور عمار. إذن دكتور عمار، هذا اللقاء الثاني في شهر ما بين الرئيسين، عندما نتحدث عن مخرجات لربما في هذه القمة، فما هو الجديد الذي قد يأتي في سياق ما يمر به العالم وعدة ملفات يتم طرحها خلاله؟ تحياتي سيدتي الكريمة. نعم، إنه اللقاء الثاني يعني خلال أسبوعين، لكن باعتقادي أنه يعني استكمال لما تم البدء فيه في قمة طهران. وهذه باعتقادي يعني السرعة هي لها علاقة يعني هذه الفترة الزمنية بالمتغيرات الكثيرة التي طرأت وتطرأ يعني كل يوم في يعني في الملفات الإقليمية والدولية. لذلك يعني يمكن الانتظار يعني قليلا حتى نستمع إلى التصريحات يعني
من الرئيس بوتين والرئيس أردوغان حول يعني مخرجات هذه القمة. لكن يعني لا ننسى أن هناك أيضا يعني إنجازات كثيرة تمت، وخاصة فيما يتعلق بتصدير الحبوب الأوكرانية والروسية تحت يعني الضمانة أو تحت مكتب تنسيق إسطنبول. وذلك وأيضا يعني هناك نقطة مهمة في هذا اللقاء باعتقادي، وهو الملف السوري والنوايا يعني نوايا الرئيس أردوغان بشن حملة يعني عملية عسكرية على الشمال السوري. باعتقادي أنه ستكون هناك مخرجات يعني ذات قيمة، وستكون مختلفة يعني عن القمم السابقة، وذلك نحن أمام يعني معادلات أو معطيات يعني تختلف عما كانت عليه في السابق. نعم، إذن دكتور نعم. عندما نتحدث عن هذا الملف السوري، فكيف قد يكون التوجيه من الجانب الروسي في ذلك، خاصة مع هذه التحركات التركية التي قد أشرت إليها؟ سيدتي يعني لقد لاحظنا الكثير من التفاهمات يعني والتناقضات يعني فيما يتعلق في التواجد الروسي والتركي العسكري في سوريا، وكانت هناك يعني تجارب باعتقادي يعني كانت ناجحة نوعا ما، وهي على سبيل المثال الدوريات المشتركة ما بين يعني القوات الروسية والتركية. ممكن من خلال يعني إعادة ممارسة هذه المسألة في الشمال التركي ممكن أن تضمن يعني لتركيا قليلا يعني من الأمان، وممكن تأجيل يعني أو إنهاء هذه العملية المزعم يعني شنها في الشمال السوري. ولقد لاحظنا أنه كان هناك رفضا يعني قاطعا فيما يتعلق بهذه العملية العسكرية من قبل روسيا ومن قبل إيران. لكن أيضا ممكن التنويه أن هذه العملية العسكرية يعني الرئيس أردوغان هو بحاجة لها أكثر، وذلك يعني كمادة للداخل التركي، وأردوغان وحزبه الحاكم هم مقدمون يعني على انتخابات مصيرية، فلذلك هذه المسألة أيضا يعني تؤخذ بعين الاعتبار. وممكن يعني القول هنا أن هناك كانت مباحثات ما بين الطرف الروسي والأطراف الكردية فيما يتعلق في منطقة الشمال السوري، لكن تبقى يعني المعضلة باعتقادي الأساسية، وهي يعني مسألة التواجد العسكري الأمريكي في تلك المنطقة. ورأينا من خلال قمة طهران يعني الرفض الكامل للتواجد الأمريكي من قبل روسيا وطهران وتركيا أيضا. نعم، أيضا في ملفات ثانوية، فبتصريح لموسكو تم الحديث عن إمكانية التطرق للتطورات الإقليمية الأخيرة التي شهدها إقليم ناغورني قاراباخ المتنازع عليه ما بين أرمينيا وأذربيجان، فما هو الدور التركي هنا؟ هل نتحدث عن إطلاع على المستجدات بشكل عام، أم نتحدث عن خطوات وإجراءات مستقبلية؟ لم يكن مدرجا ضمن ما صرح عنه من يعني عن اللقاء مناقشه يعني الازمه في ناغورنا كاراباخ، لكن مما لا شك فيه سيتم التطرق لها، وذلك ان يعني تركيا لها علاقه يعني نوعا ما في هذه الازمه كضامن يعني للطرف الاذربيجاني، ويمكنها ان تؤثر على الاداء الاذربيجاني في هذا الملف. ازمه ناغورنا كاراباخ هي ازمه يعني قديمه جديده ولها تداعياتها الكثيرة، لكن بعد التوقيع الثلاثي يعني على بين أذربيجان وأرمينيا وروسيا لاحظنا يعني هدوءا في هذه الأزمة وتلك المنطقة، لكن يعني بات واضحا أن هناك أيدي ممكن القول يعني خفية تلعب يعني لإحياء هذا الملف في محاولة لجعل يعني هذه المنطقة من جديد نقطة ضغط على روسيا في خضم يعني ما نراه من تفاعلات دولية ومحاولات لإضعاف روسيا وتفاقم يعني الأزمات السياسية والاقتصادية وعدم وجود أي بوادر لأي حل للحل السياسي فيما يتعلق في الأزمة الأوكرانية. تركيا ممكن أن تلعب يعني دورا مهما يعني في هذه الأزمة للتوصل أو للحفاظ يعني على الهدنة التي تم التوصل إليها ما بين الأطراف الثلاثة. شكرا جزيلا لك دكتور عمار قناة أستاذ العلوم السياسية، كنت معنا من موسكو.